سيد فهد كما ذكر السيد هيثم المياحي بأنه من الصعب جدا التفاهم مع السيد مقتدى الصدر، ومن هنا أسأل ما الذي يملكه الإطار التنسيقي اليوم من نقاط من أمور يستطيع التفاوض من خلالها مع التيار الصدري؟ التيار الصدري قافل ربما بنظر الجميع، رأيه واضح وانتهى الموضوع، أعطى شروطه وانتهى الموضوع. نعم. أولا حتى نوضح لأخونا العزيز عندما تحدث أن البرلمان الآن متوقف بسبب الثلث الضامن الذي لم يمرر رئيس الجمهورية الذي أرادوه أخواننا في البارتي، أخي العزيز أنا نائب من حقي أن أمارس دوري في مجلس النواب في أن أقاطع، في أن لا أحضر، في أن لا أصوت، في أن أصوت. هذا ليس مجلس نواب صغير أو مكون أو جديد أو ما إلى ذلك، هذا حق الدستوري كنائب، ما يحق لأي شخص اليوم يجي أن يفرض علي أنا كنائب أنه أصوت أو ما أصوت لأي شخصية، هذا حق الدستوري. كنت أشوف أن العملية سارة بعدم توازن بخطأ معين تؤثر على المكونات الاجتماعية في العراق، ما دخلت لمجلس النواب، شكلت ثلث ضامن بأخوة عزام موجودين اليوم والجميع هم أخوة عزام موجودين، فبالتالي هذا استحقاق دستوري وضمن الآليات الدستورية والقانونية ولا معيب في هذا الشأن. عندما أتحدث الآن عن وضع مجلس النواب وأنه اليوم الأخوان موجودين فيه، فأنا تحدثت قلت أن اليوم أنا أحترم هذا الموضوع، رئيس سيد الصدر عندما خرج من البرلمان احترمنا وقدرنا وأكبرنا في السيد الصدر بأنه تنازل عن 73 مقعد وذهب وقال أنتم شكلوا الحكومة وانتهى الموضوع. وبالتالي أنا أتحدث اليوم عن حكومة، أتحدث عن نقاط قوة للإطار، نحن لسنا في مرحلة التقاطع مع الأخوة في التيار الصدري، هناك خلاف في الآراء السياسية في الأفكار السياسية، ولكن يا سيد فهد لسنا نحتاج إلى نقاط قوة أو هم لا يحتاجون إلى نقاط قوة كأخواننا الصدريين، ماكو شيء اليوم، الجميع متساوي بالقوة، الجميع نعم. متساوي بما يملكه من جمهور، من وضع معين، من محبين، من مريدين، من أشخاص هم مؤمنين بفكر معين تجاه حكومة الأخوان اللي أرادوا أن يشكلوها والتي فشلوا بها 3 مرات، أو حكومة التي يريد تشكيلها عن في ظل خضم هذا الصراع الموجود حاليا في العراق. طرحنا شخصية رئيس وزراء وقلنا يتحمل الإطار نتيجة اختيار هذا الشخص، ولكن أعطوه فرصة أن نتحدث الآن بهذا الموضوع بأن هناك نقاط قوة وأنتم تملكون نقاط ضعف وما إلى ذلك، أنا أضعف من هذا الكيان السياسي أو أقوي من هذا الكيان السياسي، هذا خطأ. بالتالي نحن الآن متخالفين بالآراء ولكن لا نتقاطع بهذا الشأن ولا نريد نصل إلى مرحلة التقاطع، هذه عملية سياسية تبنى بالحوار والاتفاق والتفاهم، سوف نذهب إلى الحوار وإن لم يكن هناك تفاوض في هذا الشأن فبالتالي الإجراءات والسياقات القانونية الدستورية هي التي سوف تمضي بهذا الموضوع.